فهي كانت حالة حلوة يعني وجديدة علينا حتى. عم بيصور الفنان أندريس كاف حالياً مجموعة سكتشات للموسم الثاني من مسلسل ببساطة، لكن قبله تنقل ما بين تركيا وقطر. فيا ترى شو سبب هاي الزيارات؟ الحقيقة أنا صورت مسلسل قبل ما أوصل عند ببساطة، صورت مسلسل اسمه الحي العربي بقطر وتركيا. هو عبارة عن أسر عايشين بقطر، هن أسرة سورية، أسرة مصرية، تونسية، لبنانية وقطرية، عايشين بهذا الجزء من نوع الكوميدي الطريف يعني. وطبعا كان معي أنا روعة ياسين ومعي جرجس شبارة ومعنا نيبال الجزائري. طبعا هي مو موجودة بسوريا، نيبال الجزائري بألمانيا، اجت من ألمانيا صورت معنا. تمام. فهالتوليفة هاي عملنا احنا الأسرة السورية، ومسلسل كوميدي او يعني فيه هيك مواقف طريفة كذا حلو كتير. ان شاء الله انه بنعرض للجمهور، ان شاء الله متوفق فيه، بحبوه على الناس ان شاء الله يا رب.